أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي خلال لقاء مرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا جابرييل فينياليس، أكد أن قضية شعب الجنوب ستكون حاضرة في طليعة قضايا العملية السياسية. وجدد اللواء الزبيدي في اللقاء دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لكل الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء الصراع في بلادنا وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مؤكداً أن قضية شعب الجنوب ستكون حاضرة في طليعة القضايا التي ستتمحور حولها العملية السياسية الهادفة لإنهاء الصراع في المنطقة وفق إطار تفاوضي خاص بها بإجماع مجلس القيادة الرئاسي وبدعم الأشقاء في التحالف. وطالب الزبيدي الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي بتكثيف الدعم الإنساني المقدم للحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في ظل استمرار توقف صادرات النفط والغاز عقب الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت المنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة. وحول مخاطر التهديدات الحوثية، نبه رئيس الحكومة معين عبد الملك من مخاطر تهديد ميليشيا الحوثي الإرهابية لحرية الملاحة الدولية وتداعياته على الاقتصاد اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. وأحاط معين أعضاء الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة عدن بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والأممية والدولية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً. وجدد المجلس التأكيد على رفض الحكومة المطلق للعمل الإرهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهدف سلامة وحرية الملاحة الدولية والذي يمثل اعتداءً إرهابياً لا يكترث بالقضية الفلسطينية العربية ولا بالمصلحة الوطنية ولا بالقانون الدولي، ويعد تجلياً واضحاً لتبعية هذه الميليشيا الإرهابية لتعليمات وأجندة النظام الإيراني الذي استمر بالعبث بالمنطقة وأمنها واستقرارها، محذراً من أن يؤدي هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته الميليشيات الحوثية المصنفة كحركة إرهابية وبالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الأزمة الإنسانية للشعب ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الأحمر إلى مسرح للصراع. وعن التصريحات المسيئة لدور المملكة الأردنية في حل قضية فلسطين، أعربت وزارة خارجية بلادنا عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها برلماني هولندي وأنكر فيها حق الشعب الفلسطيني، وأتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب المملكة الأردنية الهاشمية. وقال بيان الخارجية اليمنية أن تلك التصريحات تعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً في أكثر القضايا حساسية في المنطقة العربية، وتنطوي على تحريض مرفوض لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب الحق في أرضه، معبرة عن إدانتها لهذه التدخلات والتحريض المجرم، مؤكدة تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في الرد على تلك التصريحات المشينة.